في كل عام ومع اقتراب أيلول تكثر الألسنة بترديد قول الآباء والأجداد أيلول ذيل مبلول، تضرعاً لله تعالى بأن يملأ قلوب الناس فرحاً بلقاء ضيف الموسم المطر، والذي يحمل دائماً معه البشرى بموسم خير وبركة. والله احنا في هذه السنة حرثنا ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون الموسم جيد وغلال، ولكن هذا احنا هذه الحراثة اللي احنا واقفين فيها حرثناها يعني قبل أسبوع، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعود علينا ويعود على المخلوق جميع بإذن الله. إلا أن المطالع لواقع الحال لهذا الموسم المطري يجد أن الأحاديث كثيرا ما تدور عن تأخر الهطول في مختلف المناطق، خاصة المناطق التي اعتادت على معدل مرتفع من الأمطار كل عام. الشتاء يعتمد عليه المزارعون اعتمادا كليا، ليس في ري مزروعات فحسب، وإنما الشتاء يعد كذلك مصدر أساسي للقضاء على الحشرات التي تؤدي إلى الأضرار بالمحاصيل الزراعية إن كانت أشجار مثمرة أو غير ذلك. من جانبها مديرية زراعة معان وجهت رسالة إلى المزارعين في محافظة معان بهدف مواجهة مخاطر تأخر الموسم المطري وتشكل الصقيع. عادة إحنا أغلب المزروعات عندنا في محافظة معان ري تكميلي، لكن يمكن مزارع القطاع الخاص اللي بالشوبك وفي محاصيل حقلية الحمد لله استعدوا المزارعين من شهر 9 لزراعة بذار القمح والشعير، وتم توزيعها من خلال مديرية زراعة معان، وتوفرت كل الكميات اللي طلبوها المزارعين، وكان عندهم تفاؤل انه ان شاء الله يكون موسم مطري كويس. في المحصلة النهائية تبقى الأمطار حبيسة الإرادة الإلهية، لذا لابد من التوجه لله تعالى بأن يمن على العباد والبلاد بأمطار الرحمة، كما ينبغي على المواطن أينما كان أن يكون جاهزا للتعامل مع أي تطورات موسمية. إيناس الرواضية لبرنامج من نوفينا.